عقد مجلس النواب جلسته الاعتقادية صباح اليوم برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس. النواب وافقوا خلال جلستهم على المشروع بقانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية. نقاشات ومداولات امتدت لخمس ساعات في قاعة البرلمان تركزت حول ثلاث مشاريع بقوانين. فبعد استعراض ردود الوزراء المعنيين على الأسئلة النيابية انتقل النواب لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، حيث وافق المجلس بالإجماع على المشروع بقانون. كما نعلم بأن الاتفاقية يعني انضمت لها لغاية اليوم 64 دولة، منها ثلاث دول عربية: المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، ودولة الكويت. والبحرين تكون كذلك من الدول العربية السباقة إلى الانضمام. هذه الاتفاقية تعطي مملكة البحرين المجال للاستفادة من الخبرات الدولية من خلال برامج تدريب ترفد هذه البرامج المهتمين والمعنيين بمكافحة الفساد سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. أن هذه الاتفاقية سوف تكون دائما للتدريب المهني في مكافحة الفساد، وسوف تكون تقدم تطور ملحوظ أيضا للوزارات والشركات الموجودة في البحرين والمؤسسات الموجودة لتدريبهم وتدريسهم مهنية مكافحة الفساد. يوجد ملاحظة جدا مهمة، أن البحرين باستطاعتها أن تنسحب من هذه الاتفاقية أينما شاءت وكيفما شاءت. توجه الحكومة وتوجه القيادة هو طبعا إظهار الصورة الحقيقية، يعني أنت لا يمكن أن تنضم إلى اتفاقية دولية إذا كنت لا تلتزم ببنودها. فالمبدأ الأساسي لو تلاحظون أن مجرد توقيعنا على الاتفاقية وانضمامنا والتصديق عليها، هذا التزام من مملكة البحرين بالأهداف أهداف هذه الأكاديمية. النواب انتقلوا بعد ذلك لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، ليذهبوا إلى ما ذهب إليه الشوريون بخصوص هذا المشروع بقانون. احنا كلجنة مالية توافقنا مع اغلب المواد اللي تمت في المشروع ما عدا المادة 4 والمادة 5 والمادة 10. بعض الاخوان ارتأوا ان هناك اختلاف جوهري، وبعضهم ان اختلاف ليس جوهري بالنسبة لبعض المواد. قانون يحمل اهمية كبيرة صراحة، لانه يعنى بالمواصفات والمقاييس بما معناه البضائع التي تدخل الى البلد يجب أن تكون مطابقة لنوع من المقاييس أو المواصفات، وهذا القانون احنا كنا محتاجينه من زمان. طبعا في مواصفات خليجية وكذا، ولكن هذا القانون الآن يأتي ليؤطر هذه المواصفات ويضع قيود ويضع حدود ويضع أيضا ضوابط لهذه العملية وما هي المعايير اللي يعني يجب الالتزام بها. كما تم خلال الجلسة استعراض تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، وبعد المناقشة وإجراء التعديلات اللازمة وافق مجلس النواب على المشروع بقانون، كما تمت الموافقة بصفة الاستعجال على الاقتراح برغبة بشأن السماح للمرضى بمواصلة العلاج بالخارج لحين استكمال مراحل العلاج، وتم رفعه إلى الحكومة الموقرة. مجلس النواب وافق اليوم أيضا على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة توجيه دعم الكهرباء والماء، على أن تكون المناقشة الأسبوع المقبل. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.